هيدروكسيد الكالسيوم. الهدف لفهم تحضير وخواص استخدامات هيدروكسيد الكالسيوم. تحضير هيدروكسيد الكالسيوم عند إضافة الماء إلى مخبار يحتوي على كتلة من أكسيد الكالسيوم تتصاعد حرارة، حيث يتفاعل أكسيد الكالسيوم مع الماء ويكون محلول هيدروكسيد الكالسيوم الأبيض. خواص هيدروكسيد الكالسيوم: الخواص الفيزيقية: هيدروكسيد الكالسيوم ملح أبيض غير متبلور، درجة انصهاره حوالي 2000 درجة سيليزيوس، إنها شحيحة الذوبان في الماء. المحلول المائي: هيدروكسيد الكالسيوم يعرف باسم ماء الجير. عند غمر ورقة عباد الشمس الحمراء في محلول مائي لهيدروكسيد الكالسيوم، فإنها تتحول إلى الأزرق الذي يبين الطبيعة القاعدية لهيدروكسيد الكالسيوم. الخواص الكيميائية: عند مرور غاز ثاني أكسيد الكربون خلال محلول مائي لهيدروكسيد الكالسيوم الذي هو ماء الجير، فإن ثاني أكسيد الكربون يتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم ليعطي ماء وكربونات الكالسيوم البيضاء الغير ذائبة. وهذا يحول ماء الجير إلى لبني عكر. لو مرر زيادة من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال هذا المحلول، فإنه يتفاعل مع كربونات الكالسيوم والماء ليكون بيكربونات الكالسيوم الذائبة، والمحلول اللبني العكر سوف يزول لونه. عند إمرار غاز الكلور خلال محلول مائي لهيدروكسيد الكالسيوم، مولان من هيدروكسيد الكالسيوم يتفاعلان مع مولين من غاز الكلور ليعطي مولا واحدا من كلوريد الكالسيوم مع مولين من الماء، ومولا واحدا من هايبوكلورايت الكالسيوم الذي يستخدم في تحضير المسحوق المبيض. الاستخدامات الأخرى لهيدروكسيد الكالسيوم تكون من تحضير الملاط ومواد البناء وصناعة الزجاج وغسيل الأبيض بسبب طبيعته المطهرة.